مرحبا متابعي صفحة اليوفنتوس. كثير من الأشخاص يعانون من النحافة، أي نزول الوزن، ويطمحون لزيادة أوزانهم، ولكنهم يعتقدون أن زيادة الوزن تكون في الأكل بعشوائية أو الإفراط على الوجبات الغير صحية. ولكن يجب أن نعلم أن زيادة الوزن يجب أن تكون في التركيز على زيادة الكتلة العضلية وليس فقط زيادة الرقم على الميزان. فيمكن أن تكون زيادة الوزن بطريقة غير صحية، أي فقط تراكم دهون في الجسم، وهذا ممكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية كارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يجب أن نعلم أنه قبل التطرق إلى زيادة الوزن يجب أن نقوم بعمل فحوصات طبية للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية كانت من نتائجها نزول الوزن، مثل نشاط الغدة الدرقية أو نزول في فيتامين B12 أو نزول في معدل الحديد أو مخزون الحديد في الدم. من الأمور المهمة لزيادة الوزن بطريقة صحية هي تقسيم الوجبات. يجب أن تكون عدد الوجبات من 5 إلى 6 وجبات، 3 وجبات رئيسية ووجبتين أو 3 وجبات خفيفة، على أن تحتوي الوجبة الرئيسية على كمية وفيرة من البروتين لكي نتأكد أن الشخص يأخذ احتياجه من البروتين لزيادة الكتلة العضلية. البروتين موجود في اللحوم والدجاج والأسماك والبقوليات والبيض والأجبان، ويجب أن نتأكد أن احتياج مشتقات الحليب يكون من المصادر كاملة الدسم. وأيضا يجب التركيز على الزيوت الجيدة الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والبذور وزبدة المكسرات وزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الكانولا.